السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم فيديو عن المخلل الاحمر. هون عندنا الخضرة، عندنا شوندر، عندنا لفت، عندنا الزهرة، وعندنا جزر. يعني اربع اشكال راح نعملها اليوم. طريقة سهلة ان شاء الله تعجبكم. اللفت قشرناه وقطعناه بهالطريقة هاي، حطينا عليه ملح. هون لازم نحط عليه ملح مشان يطلع المادة الموجودة بيه الغازية. ونشوفوا شلون طلعت معنا. هاي المي طلعت منه، راح نكبيها ونغسله. نفس الشيء الزهرة قطعناها بالشكل هذا الحجم، يعني الحجم اللي تحبونه. نفس الشيء حطينا عليها ملح وطلعت هاي ميتها، راح نغسلها ونصفيها نشتغل بيها. هون عندنا كمية من الشوندر الأحمر، وهون عندنا الجزر قطعناه بهالشكل هذا، يعني الشكل اللي تحبونه قطعوا بيه. وأنا الشمندر هون يعطينا لون حلو للمخلل. هون بالنسبة للمي، هون عندنا المي، لازم كل كاسة مي بدها معلقة كبيرة من الملح، الملح الصخري أو البحري. هون أنا حاطة كمية مي، يعني شي 19 كاسة، ونشوف ايش قد يلزمنا. راح نبلش نحط الملح مع المي. نعد مثلا هون 10 حطينا، هون صار عندنا 19 معلقة. وراح نحركهم بين ما يذوب معانا الملح بالشكل. هو ناعم راح يذوب يعني بسرعة. طول المي يفضل تكون دافية. هون بالنسبة للمي لازم تكون معقمة، يعني فلترة. وأنا حاطة مية معقمة، يعني مو من الحنفية، مية بقين يعني أفضل للمخللات. ما يلزمنا غير المي والملح، لاني بس يستوي هذا للاكل. اما اذا تريد تعملونه يطول اكثر تحطون معاه يعني كوب من الخل، اي نوع خل. هون راح نبلش، عندنا هون مطرح هون نحط جزر، نحطه، يعني يصير تحطون الهانة، البطاطا الخاصة للمخللات، يصير أكثر تشكيلة. هون راح نبلش نحط من كل شكل لبين ما يخلص معانا كل الكمية. هون بعد ما خلصنا عبيناها مي للأخير، يعني سكرناها وراح نخليها. هون الكمية طلعت معانا، راح نخليها لبين ما تستوي، يعني بدها فترة، بدها مكان دافي. حطوها مكان دافي على أقل شي بدها 10 أيام
لا تستوي. إن شاء الله عجبكم الفيديو، إن شاء الله تجربونا، وألف صحة وعافية عليكم. هاي بعد 10 أيام هون استوى عندنا المخلل، شوفوا لونه ما شاء الله. هون المي، هاي المي تشربونها يعني، هاي مية المخلل شوفوا لونها ما شاء الله. هون تقدر تشربونها للأطفال أو تشربونها إن شاء الله يكون عجبكم وتجربونه، وألف صحة وعافية عليكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.